يغيب الحديث ويعود، فعندما نذكر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران أو تطبيقات التواصل المستخدمة في الأجهزة المحمولة، فأول ما يخطر في بال الجميع الجدل بين مؤيد ومعارض لانفتاح العالم على بعضه عبر الإنترنت. معظم هذه المواقع في إيران محظورة، والبعض يؤيد الحظر لمنع ثقافة دخيلة من التسرب داخل مجتمع محافظ، وآخرون يرون أن الحل لا يكون بالمنع. بحال أراد المعنيون ضبط استخدام الإنترنت فعليهم اتباع خطة مجدية، وعلى العائلات مراقبة أفرادها. يجب فتح كل المواقع. أنا أؤيد ما يقوله الرئيس روحاني، فالعالم أصبح قرية صغيرة ولا يمكن الاستغناء عن التواصل. الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي وعد الإيرانيين بفتح كل تلك المواقع وأوقف قراراً سابقاً بحظر استخدام الواتساب، خرج أمام مجموعة من رجال الدين ليقول لهم إنه لا يمكن إغلاق هذا العالم الكبير أمام الشباب، ولكن إصرار بعض رجال الدين ومسؤولين آخرين منتمين لدائرة التيار المحافظ المتشدد تزيد التعقيدات. فرض الرقابة وإغلاق بعض المواقع ضروري في كل بلد، فهناك مواقع لا تصلح أن يدخل إليها الأطفال أو حتى بعض الشباب إلى أن يصلوا لسن معينة، ويجب الحذر من الثقافة الدخيلة، وهدفنا تحويل الإنترنت لوسيلة مفيدة. ويبقى قرار فتح كل هذه الوسائل أمام الإيرانيين بيد لجنة شكلت خصيصا لدراسة إمكانية هذا الأمر، والجميع في انتظار القرار. في إيران طرحت فكرة تأسيس محرك إنترنت محلي دون إغلاق محركات الإنترنت العالمية. في إيران أيضاً تأسست لجنة الرقابة على الإنترنت لتبحث فتح المواقع المحظورة، ولكن كل هذه الأمور لازالت تتعرض لذات الجدل. فرح الزمان شوقي، LBCI، طهران.